كانت الصاعقة حين فرض أهل باسل عليه الزواج كأنثى من رجل، فشعر بضغط نفسي شديد واعترف للزوج لاحقا بما يشعر به. كانت العلاقة الجنسية مو بإرادتي، يعني كنت بخبره بس هو يعني ما تقبل الأمر، يعني ما أتفهم، يعني صار يضحك إنه شيء مضحك. أباك تتفهمني. قولي. إنه أنا حاسة إنه ماني زي باقي الحريم. كيف يعني؟ يعني أحس إنه أنا رجال زي زيك. بعد مرور 15 عاما تم الطلاق. ومتى تم الانفصال؟ يمكن من 2011. بس هذا طبعا قبل، يعني انفصلتوا قبل ما يصير عملية التصحيح أو العملية اللي سويتها. أي طبعا. بدأ يبحث عن وسيلة أخرى تخرجه مما هو فيه، فأخذ يقرأ في الإنترنت حول الموضوع ليجيب على أسئلة كانت تحيره منذ زمن. كنت أبحث بالنت ولقيت واحد عايش في كندا، شفته على الماسنجر وتفاجأت إنه رجال، يعني 100% عمل عمليات، عمل كل شيء. إيه. فأنت كنت ترسل له إيميل علشان بس تعرف كيف هو عمل العملية، كيف كانت مثلا آثارها، كيف؟ أنا ما كنت أعرف يعني في عمليات في علاج، كنت يعني مو مصدق إنه في شخص يتغير. اتخذ محمد قرارا حاسما بتناول هرمونات كمرحلة أولى للبدء بتغيير جنسه حتى دون استشارة طبيب. رحت أنا فترة لمصر كان في الصيف، وأهل كانوا في الشقة، كانوا نايمين، كان وقت يمكن عصر. طلعت أنا الحالي للصيدلية، رحت تكلمت الصيدلي قلت له